واحات بلادي. تعتبر الواحات ذات أهمية جمالية وثقافية وتاريخية، وتقف درعا منيعا أمام التصحر، وتختزن تنوعا بيولوجيا، وتهيكل الحياة الاجتماعية وتنظمها، وتوفر منتوجا زراعيا مهما. اشتهرت الواحات الجنوبية المغربية منذ القدم باستعمال الطين في تشييد بناءاتها، وما زالت أغلب البنايات اليوم تعتمد على الطين وما يتصل به من مواد أخرى، نظرا لسهولة استعماله وضعف تكاليفه وملائمته للظروف المادية والطبيعية والمناخية بالمنطقة. تتميز هذه البنيات بتواجدها على ضفاف الوديان أو فوق المرتفعات المشرفة على الحقول والبساتين. يستشف من وضعية البنايات التي ما زالت قائمة إلى اليوم، ومن الخرابات والأطلال المنتشرة على طول الواحات بصحرائنا العزيزة، ومن إفادة بعض الشيوخ أن السكن قديما لا يخرج عن نوعين، الأول يسمى القصر والثاني يسمى القصبة، ويشتركان في الهندسة والمواد المستعملة في البناء، ويختلفان في الحجم والوظيفة. ويعد القصر في الواحة تجمع سكاني تقطنه ساكنة من الأسر الضعيفة أو المتوسطة الحال، تتكتل من أجل توفير الحماية لنفسها ولممتلكاتها. وقد يكون النموذج الأصلي للقصر عبارة عن بناء محصن، لكن مع مرور الوقت ونظرا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية زودت القصور بأبراج وظيفتها المراقبة والحراسة. أما الدار أو القصبة فهي وحدة سكنية مستقلة يتميز قاطنوها بكثرة العدد، وغالبا ما ينحدرون من نفس الأصل أو تجمع بينهم روابط عائلية، كما يتميزون بالنفوذ القوي والقدرة على تأمين حماية أنفسهم وحماية ممتلكاتهم.